مرحبا بكم جميعا في أول حلقة من برنامج وما خفي على قناة كارتاج بلوس. علاش قطاع الصحة العمومية في تونس وصل إلى وضع مزري؟ قطاع مريض ومرض ولا مزمن، ويبدو أنه حتى حد ما ينجم يداويه. من حوالي أسبوعين صارت كارثة باش تبقى في أذهان كل التوانسة، 15 رضيع يموتوا ربي يرحمهم دفعة واحدة في واحد من أكبر مستشفيات العاصمة، نساء حوامل يموتوا في مستشفيات عمومية بسبب التقصير والإهمال وغياب الإطار الطبي ونقص التجهيزات. 15 ألف شكوى تجي سنويا إلى الجمعية التونسية لمعالجة الأخطاء الطبية، رقم مفزع. فساد إداري ومالي في بعض المستشفيات وتهريب لأدوية ومعدات طبية، وحديث على لوبيات تتحكم في مفاصل قطاع الصحة من سنوات. 572 مليار هو حجم ديون المستشفيات العمومية لفائدة صندوق التأمين على المرض. سيدة الوزيرة مرحبا بك، سيدة سونيا بالشيخ وزيرة الشباب والرياضة ووزيرة الصحة بالنيابة ضيفتنا اليوم، مرحبا بك سيدة الوزيرة. شكرا، شكرا على الاستضافة، وتحية لكل مشاهدي قناة قناة كارتاج بلوس. شرف لي يا سي ناجي اللي نكون أول ضيفة ليك لبرنامجك، ونتمنى له كل النجاح. بارك الله فيك، مرحبا بك. باهي، هالوضع هذا كل شكون المسؤول عليه؟ وضع مزري في قطاع الصحة العمومية كان من مفاخر دولة الاستقلال في تونس. علاش وصل للوضعية هذه؟ شكرا. التشخيص نتاع وضعية القطاع، هو الناس كل تعرف اللي المنظومة الصحية توا تمر بعديد من الصعوبات اللي تجعلها عاجزة على تلبيت معناتها أقل تطلعات المواطن. وهذايا راهو ما نجموش نحكيو على سناء ولا عم ناول، هذوما تراكمات عديد السنوات. من وقتاش؟ أنا نؤمن بحاجة اللي هي اسمها إيفالواسيون. منذ الثمانينات قمنا بإصلاحات، قمنا بدي ريفورم كبار، لكن السؤال اللي يلزم يتسال توا، اسكو لي ريفورم هذوما تمت، معناتها تم تقييمهم ولا ما تمش تقييم، ما قيمتهمش؟ لا، معناتها ديما احنا نمشيو من خط الى خط، لكن يلزم ان سارتا مومون نرجعوا للاصلاح الاولاني بكل، ونشوفوا ونقيموا رواحنا ونقيموا بعضنا. وانا ديما نقول كيف العجله البروسيسوس هذايا في اي وقت تعاود تدخل فيه. طيب باش نرجعوا باش نحكيوا على الحوار التشاركي اللي قبل حتى الحوار التشاركي مع كل المتدخلين في قطاع الصحه. سيدي الحوار التشاركي صار ومعناتها كان نهار الجمعه 22 مارس، لكن الحوار التشاركي خاطر ان سارتان مومون يلزم نقول يزي شنو الاصلاحات العاجله اللي لازم القطاع. توا يلزمنا نحكيو على مش المدى القصير والقصير مش جدا. مش مخر، مش مخر، يزي هذه هي انا شقول المصيبه اللي صارت لنا كيف ما تفضلت سيادتك وقلتها، معناتها فقدان 15 الرضيع مش فرد نهار، راهو سي ناجي ونجموا نرجعوا عليهم على لكن على نهارين، على نهارين، على ثلاث سنين. باقي نحكيو على مصيبه. اول مره تصير الكارثه هذه هزة في قطاع الصحه العموميه. هذه صارت هزه في القطاع، معناتها الناس الكل خافت، معناتها على القطاع هذايا اللي هو قطاع حساس، لكن قطاع زاد قاعد يزج في خدمات لكل مواطن تونسي، واللي كل مواطن تونسي حاجته به القطاع هذا رغم كل الصعوبات. توا يلزمنا برشا صعوبات وبرشا مشاكل وبرشا اهمال زاده وبرشا تقصير. هذا الكل نحكيوها في التشخيص، هذا الكل نحكيوها في التشخيص، لكن الحلول خليني مش نرجع الحلول معاك. موجوده. باهي، تو نجيو الحلول. خليني مش نرجع معاك لقضيه وفاه الرضع. باهي، انا نعرف اللي فما في وزاره الصحه
ثم حاجة اسمها قاعة عمليات شبيهة تقريبا بقاعة العمليات الموجودة في وزارة الداخلية. قاعة العمليات هذه اسمها شوك روم، وزرتها أنا. المعلومة توصل بالوقت حينيا، وصلت المعلومة المتعلقة بوفاة الرضع. به علاش الوزارة ما تصرفتش وما ردتش الفعل بالوقت؟ علاش ما تمش إعلام الرأي العام؟ علاش يعني خذيتوا هالوقت الكل ولولا الفيسبوك ولولا وسائل الإعلام اللي بادرت أن خرجت الخبر؟ يعني وكأني وزارة الصحة ربما حبت تتكتم على الموضوع. لا لا، نحب نرجع لك على الشكر اللي هو معناتها خلي يفهموه معناتها الناس شنو الشكروب. هي المنظمة العالمية للصحة عاونتنا في 2008-2009 لوضع الشكروم الخلية هذية. الدور بتاع الشكروم هذية هو يتلقى كل المعلومات معناتها في إطار الحالات الاستعجالية والغير الاستعجالية من كامل تراب الجمهورية، من كل المؤسسات الاستشفائية العمومية. أحكي لي على وكل المعلومة مشكلة. اللي جات من مستشفى الرابطة وسيد بورقيبة على الرضع اللي ماتوا، علاش ما رديتوش الفعل بالوقت؟ علاش ما رديتوش الفعل؟ انا نحكي على وزاره الصحه، نحكي على وزاره الصحه، ما كنتش وزيره لكن عندك مسؤوليه. احنا عندنا راه استمراريه، معناتها استمراريه في الاداره واستمراريه زاد حتى في الحكومه. وزميلي سي رؤوف من اقدم الاطارات، سي رؤوف ما سمعناش، عبد الرؤوف الشريف وزير الصحه السابق اللي استقال ونحييه. مانيش عارف علاش استقال، يعني بصراحه يعني وكانه هروب من المسؤولية، ما تكلمش، ما صرحش الرأي العام. مش تخليني نجاوبك يعني على خاطر سوني با دي كوربوراتيزم، لكن أنا زميلي هو قبل ما يكون زميلي في الحكومة. نعرف اللي هو زميلي، هو أستاذي. ما تحبش تعطيه؟ لا لا، مش ما نحبش نعطيه، ما هذا السوليداريتي بين الوزراء. لا لا لا، سامحني سي ناجي، هنا أنا مش نجاوبك كشخص. هو مادام مش معانا هنا في البلاتو، ما نجموش احنا نقولوا ونعملوا دي سوبوزيسيون ونقولوا علاش استقال. أنا نحترم قراره، وهو قرر مش يستقيل، لكن مش معناتها خلى السفينة تغرق. الوان دوسا عنده ظروفه، هو قرر مش يستقيل، أنا نحترم قرار نتاعو. لكن أنا باش نرجع بالنسبة للحادثة، مش نقول المصيبة والأزمة نتاع الرضع. هما الرضع هذوما الله يرحمهم ما توفيوش الكلهم نفس اليوم، والناس الكل الناس الكل شاهدت الكونفيرونس دو بريس اللي صارت الأخرانية مع اللجنة نتاع التحقيق، وقالوا حتى ليامات، قالوا 6-7-8 مارس إلى حدود نهار الأحد. أنا مش كي جيت لوزارة الصحة لقيت اللي اللجنة هذه متكونة وفيها كفاءات اللي قاعدين يشرفوا على اللجنة هذه. نهار السبت وزارة الصحة عاملة سيلونس راديو، وسائل الإعلام الكل يتصلوا بوزارة الصحة، ما فما حتى حد أعطاهم المعلومة، حتى حد ما خرج من وزارة الصحة تكلم. نحكي لك نهار السبت شنو صار؟ علاش ما فماش؟ نجي نهار السبت شنو صار؟ علاش ما فماش يعني مسؤول على الأقل يخرج تحمل مسؤولية وزارة كانت نجم تعمل بلاغ؟ ما صار شيء. لا، خرج البلاغ في العشية. اي خرج، خرج في العشية. البلاغ في العشية. اي بعد ما صار كذا. لكن خليني نقول لك، خليني نقول لك معناتها ما هو هنا ما نقولوا كل شيء. وكل شيء بشفافية وخلي الناس وانت تفهم. وانت تعهدت أنك ما تخفي شيء. لا لا، أنا تعهدت مش نخفي شيء، هكا معناتها أنا مش نجاوبك باللي عندي كمعطيات الكل، لكن تخليني نحكي. تفضلي. نهارة السبت في الصباح نقل سيد الوزير معناتها على عين المكان، والجروب نتاع الانسبكسيون نتاع الوزارة قبل ما يتكون الفريق نتاع هذا نتاع البحث ونتاع التدقيق، قبل ما يتكون هو كي تنقل للمستشفى معناتها وشاف شنو الحالة اللي لقى فيها الوضع، معناتها خاطر سيتي كيف ان ايتا دورجونس في وسط المستشفى، وانا نفهم الشيء هذا. هو ديجا الناس بدات تخدم على روح. كي تقول لي انت الجانب معناتها مش توصل للمعلومة ولا ما توصلش المعلومة، راهو الشكرو الدور نتاعو يتلقى ويعلم، يعلم المسؤولين، يعلم لي ديسيدور، خاطر راهو فما تابلوغار. هذا صار، نكملك. يعلم لي ديسيدور اللي ياخذوا القرار بال اي لا بروف. كان هو ما قامش بدوره شكروم، سيد الوزير ما يظهر لي كان سمع من الاعلام اللي فما مصيبه وكارثه في
مستشفى وسيلة بورقيب ما تصرفش لا تصرف. لكن انت كي تقول الساعه ان راهو ما عندنا حتى مشكله مع الاعلام، احنا القطاع نتاعنا يخدم مع الاعلام اليد في اليد، خاطر احنا وحدنا ما نجموش نوصلوا المعلومه، مش كان في الكوارث والمصايب، احنا كي نعملوا حملات نتاع توعيه ووقايه في كل مرض نلتجئوا للاعلام. واش ما تكلموش في وقتها اول ما عرفوا التشخيص شنو صار اكزاكتومون في السبيطار هذاك، لو كومونيكي خرج، تقول لي خرج مخر، نجم نكون موافقتك. تقول خرج مخر، لكن لا 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 سامحني. خرج نهار السبت العشيه مخر. نهار السبت في حدود تقريبا في حدود 6 6 ونص تاع العشيه. يعني نجموا نقولوا خرج مخر ولا مش مخر، لكن الفيسبوك كان اسرع. نفضل الفيسبوك كان اسرع، والفيسبوك ياخذ في المعلومه راهو زاده من السبيطار ومن الوزاره. علاش ما بدرتوش في سوا عملتوا خليت ازمه وخرج واحد من المسؤولين نهار السبت الصباح على الاقل ولا في القايله نهار السبت وتكلم الصباح وتكلم وسائل الاعلام وصارح الراي العام. انا ايش قلت لك؟ انا موافقتك كان في حاجه بوتيتر المعلومه خرجت مخر شوي، معناتها اون كومونيكي مخر شويه، لكن سان فو با دير مخر برشا مش مخر شوي. كل واحد كيفاش يقيمها. نو بونسي با بربي هذه سي نجم مش كان بها. راهو كي نحكي ساعه نحب نحكي على البيرسونيل لي بروفيسيونيل دو لا سونتي، معناتها من العامل اللي في الباب اللي نحييه حتى الرؤساء الاقسام، ما تتصوروش اللي هما كل وفاه وكل فقدان من الولدان حتى للشيوخ راهو ما يتالموش. هذه الجانب هذا الانساني اي سورتو. انا مش نحكي على بالنسبه للطاقم الشبه الطبي والطبي والممرضين. بالمناسبه عندك اضراب عاملينه نقابه الاطباء نهار 4 ابريل. ما فما حتى مشكله، نقعدوا معاهم ونتحاوروا معاهم ونشوفوا وين فما الاشكاليات، ونهار 4 سي فري هو قريب برشا، لكن يجينا محلوله واحنا مش نعيطوا لهم ونقعدوا معاهم. باش نرجع لك، يعني الغرفه البيضاء اللي بسببها هي تم برنامج تلفزي للزميل حمزه البلومي يعني تمنع من البث، رجع تخدم ولا ليه؟ كيفاش ترجع تخدم؟ احنا البحث مازال راهو ناس قاعده تخدم على واحد بيان سور، واحد مازالت اون كارونتين مي سيم دو كريم، راهو نحكيو على رضع، راهو نحكيو على جريمه. لا جريمه احنا كان مش نعتبروها من توا جريمه. اذا كان ما تعتبرش وفاه 15 رضيع وفات في نهارين ولا انا نسميها كارثه. كارثه تعرف معناتها الجريمه؟ كيف الجريمه هي كي تبدا متعمده وانت تجي مش تضحي ب 15 ملايكه. هذاك هو الجريمه. الاهمال يتعاقبوا، اللي مش يتشدوا في احترام معايير اللي مش النظافة مش ومعايير يتعقبوا. التعقيم في الغرفة البيضاء يعني الناس اللي يتعاملوا مع دي بيبي رضع صغار وقت اللي ما يحترموش معايير النظافة ومعايير التعقيم اللي هي معايير دولية عالمية، وانت تعرف هذا منصوص عليها من قبل منظمة الصحة العالمية. شو تسمى هذا؟ لا جريمة؟ باهي توا انا اغزريت جريمة ولا مش جريمة؟ انا ما نقصش عليك كي تتكلم. انت توا سي ناجي حكمت واستبقت العمل نتاع زوز من الناس، معناتها زوز ليجان اللي هما مستقلين والناس الكل تحترم استقلاليه القضاء. هذه النتائج الاوليه. لا سامحني، النتائج الاوليه حكيت على حكينا على التعفنات. التعفنات التعفنات في الخلطه تجم تكون في الخلطه الغذائيه اللي تعطي البيبي، تجم تكون من القاعه، تجم تكون من كيف ما نقولوا لاليمونتاسيون هذه بارونتيرال، تجم تكون من البلايص الكل. أو شخص أو ريز. شخص لا 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 هنا مانيش باش نعملوا درس. ما كانش فيش معناتها اون انفيكسيون ميزوكوميال سي نيجي. لا سامحني هنا مانيش باش نعملوا درس للمشاهدين. بارك الله عليهم. اللي يدخل في الانترنت يحط انفيكسيون ميزوكوميال يشوف شنو صاير. انا نحب نوضح لهم هنا كل المشاهدين تاعك اش معناتها الانفيكسيون هذه. راهي تجم تكون من السقف نتاع القاعه للحيوط للقاع للطاوله اللي تحضر عليها للاوت اللي هي نورمالمون تجبد الميكروب اي ميم، معناتها افيك لو مانيو بورتاج معناتها باليد وقت اللي احنا نعملوا اي ميم
في على فرش الرضيع هذاك. واحنا كي عملوا التحاليل عملوه من الفروشات للقاعه هذه القاعه البيضاء وزاد الكل القسم. ونزيد نقولها انا نطمن كل مواطن تونسي راهو البحث والتحقيق هذايا ماناش مسلمين فيه، واللي يغلط يتحاسب. لكن ما نجموش سنيجي نبداو من توا نعملوا تاويلات ولا نحطوا الناس نزوم الاثنين غلطه. لا التعفن اول مره تصير في قطاع الصحه العموميه. التعفن هذايا حتى نساء الحوامل يا مدام خليني نعلمك ولو خايفين، وهذاك علاش عملنا لهم سيلول بسيكولوجيك. سامحني الحوامل اللي يمشيو للمستشفى الراس ولا سيدي بورقيبه باش يولدوا ولو خايفين خايفين على بيبي نتاعهم. اللطف عليهم وانا نطمنهم وانا مش نقول خلي الناس تعرف. راهو السبيطار هذاك فيه ثلاثه اقسام استشفائيه جامعيه اللي هما معناتها الحوامل اللي يجيو مش يولدوا فيهم، وفيه القسم هذا نتاع طب الرضع اللي معناتها وقت اللي يبدا البيبي تاعب نهزوه للقسم هذا. لذا احنا وقت اللي في السيلول دو كريز اللي تحطت ما نحكيو على سوتياب سيكولوجيك كيفاش مش نتلاو بيهم، حتى النساء اللي راقدين في الثلاث اقسام هذوكم لازمهم رعايه. يعني باش نسمعك المواطنين شنو يحكيو على نحترم رايهم باش يحكيو على قطاع الصحه. خرجت كاميرا كرتاج بلوس واجرات الروبورتاج هذا مع المواطنين. يا بنتي حتى عبد مريض باش يمرض ويمشي للسبيطار يقعد في الدار خير وحسن، على خاطر كي تمشي تزيد تمرض. لا كرني مجان متعدي بلاش ولا ها؟ تخلص 20 الف. الطب والسبيطارات كي نجي باش نقايد نجيب جيبي وريه نجبد جيبي نقول لهم فيرا يجبدوا فينا جبدين مصوا فينا مصان. يا لندرا مش حطهم في جيب و على ان متفاهم انا 20 الف. فما الداخل دم وسخ لوطه في القاعه براون مطيشه نتاع امراه يدها تجري بالدم وهي قاعده هكاك مطيشه من با تلفت لها حتى واحد وعطاها مثلا مش تمسح يدها بابي حتى بابي مشوار. الداخل الطب الداخل يلوجوا على اللي قوم باش يخدموا بهم، من بعد يجي يقول لك وزاره الصحه وزاره ما نعرفش شنو ما نعرفش شنو. طبيب الداخل باش يداوي ماماتي يلوج على قوم باش يخدم بها. تصور انت الحاله. راهم مرضونا وقتلونا وجبدونا الدم نتاعنا تجبد، الدم الابيض اللي موجود في البنادم تجبد، ما عادش لا دواء ولا هم يحزنون. ما يفرحش الطبيب، ما يفرحش السبيطار، ما فرحوناش حتى حكومتنا ما فرحتناش. خير مني يقول لك الشاهد وما الشاهد وما الشاهد، ما عندهم عمل لنا لا الوزاره لا الوزيره الجديده النايبه ولا الشاهد ولا حتى واحد. يطردوا العباد هم شو عندهم نورمال. قال لها مدام زيدي شويه راك بتجيعها. وعياط وصيح وسبان وشلتك الراس القبري و. ونوع مسير. عاد تو عنده شهر ونص 10 ايام ما عندوش دواء. كيفاش ما فهمودين ما فهمش جليكوفاج ما فهمش توقف بنهارين ثلاثة ايام ولا تجيب لك اوردونونس يقول لك برا على روحك. والله باش نصلحوا انت كما انت حتى انت يساعدك والله نصور. انت ما تصلحش انا كمواطن مش كنت ما تصلحش. شيء ياسف شيء ياسف انسان يموت غادي وانت تجري على الاوراق. باهي يظهر لي هذه عينه من المواطنين اللي يحكيوا على قطاع الصحه على معاناة التوانسة مدام في قطاع الصحة والسبيطارات العمومية. مش نزيدك بعض الحالات اللي صارت في مستشفيات عمومية. امرأة حامل توفيت في مستشفى مدنين في ديسمبر 2015 بسبب غياب طب الاختصاص طبيب اختصاص ما فماش. في ديسمبر أيضا 2015 زوج نساء حوامل ماتوا الله يرحمهم في ظرف أسبوع في مستشفى تطاوين. امرأة حامل أيضا توفيت في مستشفى بنزرت وعائلتها اتهموا الإطار الطبي بالتقصير، هذا كان في جانفي 2016. امرأة حامل أيضا توفيت في مستشفى سيدي بوزيد على خاطر سيارة الإسعاف وصلت بها مخر. مريض توفى في المستشفى الجهوي في جندوبة بسبب غياب الطبيب الجراح المناوب في جانفي 2017. الجمعية التونسية لمعالجة الأخطاء الطبية تقول اللي فما تقريبا 300 حالة سنويا
يتم ارتكابها وهي عبارة على تجاوزات في شكل أخطاء طبية. قطاع مريض والمرض نتاعو مزمن، كيفاش بتصلحوه؟ يعني أنا شفت تو الفيتير نتاعك واللي تفضلت سيتك قمت قلت أنا أول هذه مشاكل عندها سنوات نعرف نعرف مش جديد. أنا هكا رجعت الأرقام حتى 2015 نرجع معاك حتى قبل 2011 قبل الثورة. أنت وقتها في الوزارة؟ لا في الوزارة كنت مديرة عامة لا لا ثم أنا لا بديت كاتب الدولة مديرة لا خلي أنا بديت مديرة أنا ما بديتش مديرة وما بديتش مديرة عامة وما بديت حتى شيء. شرف لي اللي أنا خدمت في الأربع تيقان تاع الوزارة هذيا لكن المنظومة هذية أنا أول ما بديت الكلام بتاعي قلت لك تشكو صعوبات اللي تفاقمت منذ سنوات وحان الوقت الواش مش عمناول الواش مش ولتعمناول يجب يكون زادة هذية تقصير من وشكون قالك اللي أنا شكون قالك اللي فما الوزراء اللي هما داولوا على الوزارة حتى مش نحكي كان على بعد الثورة ما حاولوش الإصلاحات لكن ديما نقول جيت بهذيا معناتها المصيبه والكارثه هذيا مش تقول يزي إجا نبداو في الاصلاح ويزمنا نحب نقول لك حاجه الاصلاح هذايا والاجتماع الحوار التشاركي اللي تراسه سيد رئيس الحكومه نهار 22 مارس راهو هذوما قلنا اجراءات استعجاليه لكن فما ناس قاعده تخدم على المدى المتوسط والطويل ونحيي اللجنة تاع الحوار المجتمعي ونحير الكتاب الأبيض اللي هو صدر في سبتمبر 2014 واللي هذوما الناس من وقتاش بدا الحوار هذا؟ 2012 علاش ما تعمل شيء؟ شنو علاش ما تعمل شيء؟ وينو وينو الحوار؟ وين تو مش نحكي وين القرارات؟ لا لا خليني أنا حضرت في الحوار التشاركي ذا اللي صار في مدينة الثقافة نهار الجمعة. صراحة ونعطيك يعني شهادتي أنا كصحفي البرنامج اللي قدموه في الحوار هذايا وقدمته فايزة الكافي عبارة على بلا 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 لا 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 اسمع لا لا انا نحترم حتى الناس ليتيراتور يعني تقولها يعني ليتيراتور سنيجي خلي نجاوبك على حاجه عملت عرض تحكي على الحوار كيفاش تم و2012 وبعد كيفاش مشاو ل2013 والحوار ومع شكون تعمل يعني وفي الوقت أغزر. اللي في الوقت اللي القطاع قطاع الصحه العموميه خلينا نجاوبك انا بربي لا لا انا يلزم تعطيني الفرصه مش نجاوب خاطر هذوما ناس خدمت كمجتمع مدني وكفنيين وكاولاد القطاع المجتمع المدني لاول مره حط اليد في اليد مع المسؤولين ومع كل الاداريين والاطباء والشبه الطبيين اللي شاركوا في الحوار النتائج وهم تجيك للنتائج انت ما احنا نحبوا نعملوا لي جراند ريفورم معناها نحبوا نمشيوا للرؤيه الاستراتيجيه طبعا الرؤيه الاستراتيجيه تعمل في عام قطاع انت رؤية استراتيجية حتى سيونتيفيكمون سامحني سنيجي ما قصيتش عليك رؤية استراتيجية لا بدينا وقتاش بديتو وقتاش بدينا بدينا اكزاكتومون في اكتوبر 2012 كمرحلة أولى وقتها شو تعمل في 2012 في 2012 جاو مخرجات للتشخيص اللي هو صار من الجهات من السلطة المحلية والسلطة الجهوية مع السلطة المركزية اللي هي تمثل اونيكمون سامحني سنيجي وين وانا نسيت فيك على خلينا نكمل لك انا كي نحكي على رؤيه انا نحكي على رؤيه استراتيجيه رؤيه استراتيجيه راهي المدى المتوسط والطويل نحكيو على خمسة سنين تحبوا ديما نقعدوا نخدموا في الاوبيراسيونيل معناتها كل عام وعام عملتوا استراتيجيه عملتوا استراتيجيه بديتوا الحوار الحوار هذا بديتوا في الحوار المجتمعي الحوار المجتمعي بدا مع سي عبد اللطيف المكي وبعد الوزراء اللي داولوا على الوزارة إلى يومنا هذا سبتمبر 2014 جاء الكتاب الأبيض اللي كان فيه التشخيص والتوجه العام اللي ماشيين فيه الرؤية هذه الإصلاح بدأ ولا ما بداش؟
كيفاش انا نحكي على قتلك الحوار هذايا؟ عندكم قداش من عام تعملوا في حوار ريت المحاور هذوما خارق العاده، المحاور اللي حكينا فيهم في الحوار خلي المجتمع المدني ودخلوا كل اطراف الكل. عرفنا وين الخلل، مش انت كي تمشي من 2012 وانتم تلوجوا على الخلل. لا سامحني سامحني سامحني، وين احنا باش نجاوبوا المواطنين نجاوبوهم ونحطوا لهم كل شيء على الطاوله. المواطن اللي يمشي للسبيطار مدام المواطن يعرف المواطن اللي يمشي للسبيطار وما يلقى شيء بالنسبة لي هو ما ثمش إصلاح. سامحني المواطن يعرف كي نقول له أنا حوار مجتمعي اللي مش يحط لنا رؤية استراتيجية إلى مدى 2000 معناتها الصحة قطاع الصحة 2030 المواطن اللي هو شارك في الحوار المجتمعي يعرف اللي هما الإصلاحات ما همش باش يكونوا على المدى القصير وعلى المدى المتوسط. ونرجع مش نقول الحوار التشاركي اللي صار ما هوش مش ينقص ولا يقلل من قيمة الناس، آلاف الأشخاص اللي خدمت على الحوار المجتمعي مش يكمل يعني التواصل نتاعهم، لكن التشخيص شوية تصور على قبل تصور من لا مساج مساج يلزم كمل في الأفكار. انت تحكي مسالش أغزر أغزر خمس نوري شوية تصور على سيناجي. واقع سبيطارة سيناجي هذا الكل قلناه وانت كنت حاضر معنا في الحوار المعنات اللي عملناه نهار الجمعة 22 وإحنا بيدنا حتينا تصاور الوضعية. حتينا تصاور ونحيي منظمة الأطباء الشبان اللي هما قالوا بالانس تون اوبيتال وخليناهم حطوا تصاور هما أحرار وتعرفش علاش عملوها خطر تصاور لا ما أيسوش خاطر هما اقترحوا الإصلاح وانتي شفت نحييهم خاطر مدوا المشاكل من شيرة ومدوا الحلول من شيرة والناس الكل مشيت في نفس الاتجاه اللي المنظومة هذية على المدى المتوسط والمدى الطويل الناس قاعدة تخدم على روحها لكن الحلول الاستعجالية وشفناهم الكلهم المحاور مع بعضنا وانتي تعرفهم أحكينا على التمويل وما أدراك ما التمويل خاطر أنا كي نجي نحكي مع مدير مستشفى ونحكي له على الحوكمة الرشيدة وين نعرف اللي السبيطار نتاعو يتفاقم بالديون بالديون أنا نفهمه أحكينا على التمويل على الحوكمة أي همش نجيهم الديون اللي حجمه وصل 572 مليار يعني سبيطارات مسالين للكنام معظم الكبير ايش مش تعملوا مثلا على سبيل ايش مش تعملوا اغزر انا زاده هنا راهو الوجه جيت بحثيك سي ناجي وعندي ساعه بقدره ربي مش نتكلموا مع بعضنا لاول مره خلي الناس نبسطوا لهم المشكل والحل فوالا عمليه شو ورانا ديما نعاود مش نقول اللي فما المشكل والمشكل هذايا مش حاسوا لا مش حاسوا كان المريض حتى العملاء والاطباء والشبه الطبيين حاسين به شو مش يصير عملي احنا شو حكينا ما قلنا المشكله اللي هي بتاع تفاقم المديونيه في المؤسسات العموميه بتاعنا الكل عندهم ناس اللي هما معناتها مؤسسات عمومية أخرى زادة هي تسالهم فلوس خاطر هما عندوش فلوس ومزودين خواص نفهم علاش يقول لك ما نلقاش ما نلقاش وعندهم زادة الصيدلية المركزية اللي تسالهم اللي هي مؤسسة عمومية لكن المؤسسة المستشفيات هذوما هذم المزودين اللي سالوها الكل كسوا في القطاع العام والخاص هي بيدها تسال منظومة متاع الكاس ناسيونال داسيورونس مالادي نعود لك الحل موجود الحل يلزم ما عادش نعتبره اللي مؤسساتنا الاستشفائية العمومية هي آخر حلقة في وسط اون ديفايونس دان سيستيم خاطر نرجع لك للكيس دو سيكوريتي سوسيال سي ان اس اس والسي ان ار بي اس الصناديق الاجتماعية شنو هو يلزمها تخلص الكنام وشنو هو الكنام يلزمها تخلص البي سي تي وشنو هو الكنام يلزمها تخلص سامحني المستشفيات نتاعنا احنا قطاع حساس ما يلزمناش نقعدوا نعتبروا الحل توا مش بدينا نمشي لك نمشي معاك احنا عندنا مجلس وزراء عندنا مجلس وزراء ونزيد نقول لك اللي في نوفمبر 2017 صار مجلس وزاري مش حكينا على الوضعيه الماليه للصيدليه المركزيه والمؤسسات الاستشفائيه العموميه في جوان 2018 11 جوان 2018 زاد كيف كيف
مجلس وزاري معناتها للصيدلية المركزية والمؤسسات الاستشفائية ونهارة الأربعاء هذا قدرة ربي مش يصير نفس هذا حل من الحلول اللي الحل ليه ما قلت لكش الحل أنا بصدت أنا شنو المشكل كهو الحل لا المشكل نعرفوه أما ما يلزم الناس تعرف علاش الدولة خاطر أغزر المواطن شي يشوف كم سي الدولة ما تحبش تخلص السبيطارات الوان دوسا أنت صناديق شنو القرار باش تاخذوه باش تحلوا مشكلة الدولة القرار هذاك القرار هذاك مش ياخذوا سيد رئيس الحكومة بالتشاور مع الوزراء اللي هما معنيين وانت شفتهم في الحوار التشاركي اللي عملناه معناتها كان وزير المالية انت وزير موجود. الصحة عطيني شو انا وزير الصحة احنا نعرفوا عطيني التوجه العام التشخيص التوجه العام يلزمنا نلقاو حل عاجل للمديونية بالنسبة للصيدلية المركزية وللمؤسسات الاستشفائية وتعجيل سامحني تعجيل في الإصلاح منظومة السيكوريتي سوسيال خاطر انت كي تشوف المعضلة بدات من زوز صناديق وإحنا بدينا فيها هذا معناتها إعادة النظر في الزوز صناديق هذوما وتوا لا ريفورم تاع سيكوريتي سوسيال اون كور لكن سو ني با سوفيزون أنا مانيش باش نستنى المنظومة هذيك حتى يتم معناتها إعادة تأهيلها ولا إعادة النظر فيها مش نصلح سبيطاراتي لا توا عندنا مشكلة السيولة سيولة بالنسبة للمؤسسات بتاعنا الاستشفائية وبالنسبة للصيدلية المركزية في الأثناء وانتم تفكروا في الديون هذه متاع المستشفيات المتخلدة بذمتهم قطاع تعرف بالفساد تقريبا مش عتيك في تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد متاع 2017 ثم 305 ملفات فساد جات للهيئة تهم قطاع الصحة ترتيب الوزارة متاعكم مدام وترتيب قطاع الصحة العمومية في قائمة الوزارات اللي فيها فساد يجي الرابع بعد وزارة الداخلية وزارة الفلاحة وزارة المالية وهمش عطيك بعض عينات من الفساد اللي ضارب في قطاع الصحة العمومية في السبيطارات وفي مراكز الصحة الأساسية من بين الملفات اللي جات للهيئة ملف تعهدت به يهم المستشفى الجهوي في القصرين تجاوزات في مصلحة الفوترة هذه منسوبة الموظفة تسجل في المرضى لكن ما ينتفعوش بالخدمات ملف فساد آخر في مستشفى جامعي معروف عون المستشفى شدوه يسرق في الدواء الدواء يسرق فيه من صيدلية السبيطار ويهز فيه في شكاير في أكياس ويبيع فيه لصيدلية خاصة البرة قريبة من السبيطار ملف فساد آخر في مجمع الصحة الأساسية في منوبة مدير المجمع بدل اللوحة المنجمية نتاع الكهرباء اللي على ملك وزارة الصحة ويستعمل فيها لأغراض خاصة في مركز الصحة الأساسية في الشريفات في ولاية نابل ممرض سرق كميات كبيرة نتاع أدويات ويبيع فيها وخاصة أدوية نتاع أمراض عقلية ومؤثرات ويبيع فيها البرة قضية فساد في الصيدلية المركزية مدام وما أدراك ما الصيدلية المركزية اللي كانت تفكر مشالها يوسف الشاهد وما عرفناش شنو اللي ما يعني سيتي سون سويت معنا نعرف وسمعنا اللي فما فساد وقتها كان فما نقص كبير في الأدوية فما أدوية اختفت تماما من الصيدليات ما عرفناش شنو اللي صار من بعد يعني انتم الحكومة تحل المشكل يعني تفتح الملف وبعد ما نسمعوش لا قرارات ولا إجراءات قضية فساد في الصيدلية المركزية كميات كبيرة من مادة الكيتامين المخدر تتسرق من مستودعات الصيدلية المركزية في سنوات شد عندك 2012 2013 2014 و2015 و2016 والملف تحاله موجود عند النيابة العمومية والسبب مدام هو عدم احترام الإجراءات والمعايير القانونية في تداول المواد المخدرة في مستشفى محلي في قرنبالية ملف فساد حال عن النيابة العمومية بتاريخ 29 ديسمبر 2017 المدير دخل ثلاثة أعوان عنده علاقة قرابة بهم والطبيب في المستشفى هذا يأخذ في الرشوة مقابل شهاد طبية يسلم فيهم
لبعض المرضى في قضايا عنف وحوادث طرقات وغيرها وشبهة فساد في مستشفى محلي في ولاية تريانة، شباك التسجيل نتاع المرضى العون أو بعض الأعوان ما يسجلوش المرضى في السجل. نعطيك في أكبر مستشفى في العاصمة اللي هو مستشفى الشر نيكول، هيئة مكافحة الفساد تلقات عريضة من مجموعة من الأطباء اشكاوا برئيسة القسم اللي تعمل في عيادات طبية في إطار اللي ما سميوه الـPC النشاط التكميلي الخاص بدون احترام الرزنامة هيك الأجندة، واكتشفوا أنها تشرك في بنتها اللي هي طبيبة استشفائية مساعدة تعوضها في الخدمة وغيره. يعني تهريب الأدوية مدام، يعني أكبر عمليات التهريب صارت في قطاع الأدوية. عندك فما عملية كبيرة صارت في أكتوبر 2017 مصالح التفقد الصيدلي كشفت عملية تهريب الكميات كبيرة من الأدوية إلى ليبيا. ناظر في المستشفى الجهوي في سليانة توقف وتحال على القضاء في سيدي بوزيد 2017 كشفوا على شبكة مختصة في تهريب الأدوية. في المونستير وقفوا عناصر متاع شبكة مختصة في تهريب الأدوية ليبيا والجزائر. أدوية العلاج الكيميائي الشيميو وإحنا والمشكلة كبيرة وتعرضت عليكم في وزارة الصحة، وأظن أن الملف تحل ويظهر لي محل درس حسب ما سمعت. علاج الشيميو نتاع مرض السرطان عافاكم الله يتسرق من بعض مساحات الضمان الاجتماعي. بالنسبة لتهريب الدواء راهي وزارة الصحة ما تخدمش وحدها، احنا منش باش نقولوا وقتاش ندخلوا، نجموا دخلنا من الاول ولا من الاخر. لكن انت تعرف، انت ما خليتنيش نتكلم، همش نقول لك شنو صار بالضبط. مافيا تهريب وسرقه الدواء تعرفهم شكون مدام؟ نعرفوهم شكون؟ اي اللي تشدوا نعرفوهم بيان سور، اللي تشدوا نعرفوهم ونعرفوا شنو معناتها كومون ساسباس. من القطاع؟ شنو من القطاع؟ انت كي تشوف لا 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 انا ماوكي مش نعرف الفورنيسور لي غروسيست المزودين بالجمله للدواء الصيدليات. تو باش نجاوب نعطيك في خيارات ميساج انا قاعد لا مش خيارات هي ماهيش واحد كوشي لا بون ريبونس. لا انا نمشي نعطي امور علميه ولكم سديد النظر، لكن انا ديما نقول ملف ما رجعش من القضاء. هي تنجم تقول لي انت شنو ما من الاصلاحات احنا نجم نزيدوا نحطوا اليد في اليد مع وزاره العدل باش تسرع لنا في تعطينا الحلول مش الحلول النتائج نتاع البحث ونتاع الملفات اللي تحللها. ها مثلا الناس تحب تصلح، هذوما من الحاجات اللي احنا مش نطلبوهم. وانت تعرف تحكيت على ملفات 12 13 14 15 معناتها هذا زاده سا اكسبليك بوتيتر اون لونتور اللي احنا نجمو نخدموا عليها في اطار توا احنا في نفس الحكومه نجمو نزيد نخدموا مع سيد وزير العدل. ماناش مش نقولوا له لا توا خارج ولا حاجه، مي معناتها اسرع في عطينا شنو ما القرارات مش احنا نتصرف به. نبدا لا همش نجاوبك على سؤالك بالكدا. قولي شكون بالنسبه للتهريب الدواء؟ هي الحلقه فشان هذه. لا همش نقول لك الحلقه. احنا بالنسبه لتهريب الدواء، تهريب الدواء معناتها ديما تصير، معناتها كيفاش نفيقوا بهم العمليات هذوما؟ هذوما هيئه الرقابه تجم تكون من وزارة المالية معناتها اترافير الديوانة، تنجم تكون من وزارة الداخلية، وتنجم تكون من وزارة الدفاع. خاطر شدينا، لا احنا مازلت نحكي على القطاعات الأخرى، خاطر هما شدوا كميات تلقاهم على الحدود معناتها، وتنجم تكون اون زون ديجا ميليتير، لذا مشكورين معناتها حتى في الجيش قاعدين وزارة الدفاع تعاون فينا. نهار اللي كان مش وزارة الصحة هي أول مبادر ولقاتها شدتها العملية هذوما، يعيطونا شديتوا عملياتهم؟ نعم شديتوا عملياتهم؟ بيان سور. احنا راهو كي نقول لك عندنا إدارة بتاع التفقدية. قداش عندكم حسب التقريب إحصائيات قداش؟ احنا الإحصائيات وقتاش نعطيوهم لكم؟ الإحصائيات وقت للقضاء يعطينا النتائج تاع الملفات.